من سوريا، جيت على أمريكا أول ما صارت الأحداث بسوريا. أكيد في اختلاف كتير كبير بكل شيء، لكن ثقتي بنفسي خلتني أخذ قرار كتير كبير بمجتمع ما بيعرف لا الملل ولا الكسل. بعد ما أخذت دورة تدريبية بتقوية اللغة يلي من خلالها انفتح لي أبواب لأتعرف على مجتمع جديد بأسلوب وبعيش مختلف، كانت رفيقتي وصديقتي هي الكاميرتي يلي بوثق فيها وبتوثق فيه، يلي كنت شوف الدنيا من خلالها، أو بالأحرى كانت هي مرايتي لثقتي بنفسي. دربت تحت إيدين مصورين محترفين، وكان عندي هدف. كان هدفي جمع أكبر عدد من الصور وحطهم بمعرض مع مصورين محترفين، ويكون ريعه لأهلي وناسي المهجرين بسوريا. أتمنى من كل بنت عندها حلم يكون عندها إيمان وإصرار بالشيء اللي بدها تعمله، تتنمي ثقتها بنفسها وتحقق الأفضل. الحمد لله أنا حققت حلمي، وإنتي شو ناطرة؟ دائماً عيشي بثقة.